أقول سائل يسأل عن رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. الجمهور من العلماء على أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة لفعل ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وقياسا على الصلوات المعتادة، فنحن ونحن وقوف في الصلوات المعتادة نرفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. أما حديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف جدا، ضعفه أكثر العلماء الأولين.